أنا وإنتو حنبدأ سلسلة جديدة اللي هي الفلترة. السلسلة دي حتكون مقسمة لثلاثة أجزاء. الجزء الأول اللي هو الليلة حنتكلم فيه عن أنواع الفلترة، الجزء الثاني حنتكلم فيه عن أنواع الفلاتق، والجزء الثالث حنتكلم فيه عن الدورة البيولوجية. الليلة حنتعلم إنه كيف دي كلها أنواع فلترة، وكيف اللمبة دي عبارة عن فلتر. أنا عامر محمود، محارب سرطان، ودي أحواض عامر. قبل ما نتكلم عن أنواع الفلترة لازم نفهم حاجتين أساسيات. الحاجة الأولى، ما إذا الموية شفافة معناته الموية صحية للسمك، وما إذا الموية لونها بني معناته الموية ما صحية للسمك. بالعكس، في أسماك بتفضل الموية البنية، وممكن تكون الموية البيضاء أو الشفافة دي سامة جدا. الحاجة الثانية، كل نوع بتاع فلترة بيحتاج معدات مختلفة وبيحتاج مواد مختلفة اللي هي بسموها الميديا. كل نوع عنده ميديا معينة، عنده مواد معينة بتعمل النوع ده من الفلترة. احنا عندنا 4 انواع بتاعت فلترة: فلترة ميكانيكية، فلترة بيولوجية، فلترة كيميائية، وفلترة اشعاعية. نعرف الموضوع شوية جاط، لكن واحدة واحدة حنتكلم عنهم كلهم. دي هي النوع الاول اللي هي الفلترة الميكانيكية. طيب الفلترة الميكانيكية دي عبارة عن شنو؟ عبارة عن إزالة الشوائب من الموية. كل الشوائب الموجودة في الموية إحنا بنشيلها عن طريق الإسفنج. الإسفنج بيجي بمقاسات مختلفة، يعني مثلا ده إسفنج لطيف شوية، عندنا ده بومبي سبونج، بيجي كده فتحاته واسعة كبيرة. فده بيكون دائما لو أنت عندك أكثر من مرحلة بتاعت إسفنج، بتبدأ بالإسفنج الواسع عشان يمسك الشوائب الكبيرة، بعدين بتبدأ بالإسفنج الأضيق اللي هو بيكون فتحاته أصغر، ده عشان يمسك لك الشوائب الأصغر، وبعدين بتختم بالمش الأبيض. أنا ما عندي حاليا قاعد جوا المش الأبيض اللي هو بشيل أدق الشوائب الموجودة. دي عملية الفلترة الميكانيكية، كل اللي بتعمله بس بتشيل الشوائب من الموية. النوع الثاني اللي هي الفلتر البيولوجية. الفلتر البيولوجية دي بتتم عن طريق بكتيريا. أيوة أنا قلت بكتيريا. البكتيريا دي ما هي بكتيريا ضارة، ما حتسبب لك أمراض للأسماك أو أي شيء، بالعكس. هنا البنفشل بكتيريا دي هي اللي بتساعدك أنه أنت تتخلص من المواد المتحللة في الموية. زي شنو؟ زي البواقي الأكل، زي فضلات الأسماك، زي الأسماك الميتة. المهم أي شيء بتحلل داخل الموية بيتحول لمادة اسمها الأمونيا، والأمونيا دي عدوك الأول. دي الحاجة اللي بتقتل كل الأسماك وبتقتل كل الكائنات الموجودة داخل الحوض، فإحنا محتاجين البكتيريا دي. طيب البكتيريا دي بتكون موجودة وين؟ البكتيريا دي بتكون موجودة على جميع الأسطح في الحوض، في القزاز، في الخشب، في النباتات، يعني الأسطح. لكن إحنا بنجهز للبكتيريا دي بيوت عشان هي تعمل مستعمرات وتكبر وتكتر وتقدر تعالج لي الموية وتشيل لي الأمونيا دي من الموية. البيوت دي عبارة عن بنسميها بيولوجيكال ميديا، اللي هي عبارة عن مواد الأسطح فيها بتكون عالية جدا. ممكن تكون إسفنج، مع أنه أنا ما بحب ذا الإسفنج لكن حتكلم عنه. ممكن تكون إسفنج، ممكن تكون مثلا زي الميتريكس اللي هو أحجار فيها تجوفات كثيرة. كمان بتجي على شكل سيراميك رينج، من السيراميك معمولة. في أنواع كثيرة. الهدف بتاعنا إنه إحنا نحاول نلقى أكتر مادة فيها تجوفات وفيها أسطح. طبعا الحاجات اللي أنا بنصح بها اللي هي النيو ميديا بيور، وكمان السيكام ميتريكس. ديل يعتبروا فيهم تجوفات كثيرة وفيهم أسطح كثيرة بتساعد إنه يكون في بكتيريا كثيرة موجودة داخل الحوض. وأكيد عشان تعرف أكثر عن البكتيريا وعن الدورة البيولوجية وكيف أنا بقدر أجيب البكتيريا دي، ما تنسى إنه أنت تكون مشترك ومفعل الجرس، لأنه في حلقة كاملة بتتكلم عن الدورة البيولوجية. وإذا ما عملت دورة بيولوجية حوضك حيفشل والسمك اللي حتجيبه حيموت وأنا حزعل. فعشان كذا لازم تحضر الحلقة دي، فاشترك وفعل جرس التنبيهات.
النوع الثالث من الفلترة اللي هي الفلترة الكيميائية. ما تخاف أنا ما حضيف مواد كيميائية في الحوض، لا، أنا حخد مادة تمتص لي المواد الكيميائية الموجودة في الحوض، اللي هي مثلا لو أضفت دواء، عندي سمكة عيانة أو الأسماك عندي عيانة وأضفت دواء، والدواء فترة خلصت وعايز يطلع الدواء من الموية، كل اللي بعمله بضيف الكيميكال ميديا دي اللي هي بتكون عبارة عن فحم. ده أشهر نوع منها، فحم الواحد ده، فحم تخطه جوه الفلتر بيسحب لك كل المواد الكيميائية الموجودة، وبعد ذاك بتشيله وبترميه. يلا، في أنواع مختلفة من الميديا الكيميائية اللي هي مثلا قلنا أشهر نوع الفحم، في أنواع تانية بتشيل النيتريت، في أنواع بتشيل الأمونيا، في أنواع بتشيل الفوسفيت، مهم هي مختلفة، وظيفتها الأساسية أنه هي تشيل لي المواد الكيميائية من الموية. كذلك بتشيل التصبغات والروائح، يعني مثلا لو عندك حوض جديد فيه مشكلة، حسيت أنه فيه ريحة في الحوض، بتضيف الأكتف كاربون ده في الحوض حيمتص لك كل الروائح. وأيضا لو خطيت خشبة جديدة أو خطيت حاجات جديدة وجاتك تصبغات في الموية أيضا بشيلها. إذن الفلترة الكيميائية كل اللي بتعمله أنه هي بتشيل لي المواد الكيميائية من الموية، وبتشيل لي التصبغات، وبتشيل لي الروائح. نجي للنوع الرابع اللي هو الفلترة الإشعاعية. شايفين اللمبة دي اسمها UV light. UV light ده وظيفته بالضبط هي إزالة كل الكائنات الدقيقة العايشة في الموية. هتسألني كيف يعني عايشة في الموية؟ في كائنات دقيقة جدا عايشة في الموية زي الطحالب. الطحالب عبارة عن كائنات حية. مرات بتلقى حوض الموية بتاعته لونها أخضر. الموية لونها أخضر لأنه في طحالب موجودة بكثرة في الموية، ما بس على الأسطح، في الموية. فدي بشيلة UV light. أيضا بيكون في بكتيريا اللي هي البكتيريا الضارة، مثلا بكتيريا أو فيروسات بتأثر على الأسماك، دي لما تمر من خلال الفلترة الإشعاعية UV light ده بيقتل كل الكائنات الدقيقة دي، بكتيريا، طحالب. أنا ما أعرف إذا في فيروسات في الموية ولا لا، فما حتفلسف، لكن أنا عارف إنه في بكتيريا في الموية وفي طحالب، فده وظيفة UV light ده. طبعاً UV اللي عندي ده هو جزء من فلتر، هو جاي معاه أصلاً بلتن، لكن ممكن تستخدم UV بيجي منفصل، قطعة منفصلة، يا يعني إما حاجة بتخش داخل الحوض بيكون عبارة عن UV sterilizer اللي هو مطهر بتاع UV، بيكون فيه موتور وبيطلع موية تانية للحوض، المهم بيفلتر عن طريق UV. أو في حالة أنه أنت عندك فلتر خارجي بتوصله مع الهوز بتاع الداخل أو الطالع فيه UV light، UV ده حيشيل لك كل الطحالب وحيشيل لك كل البكتيريا الموجودة في الموية. حالياً حنرتب أنواع الفلترة من الأهم للمهم، طبعاً كلهم مهمين لكن في أنواع أهم من الأنواع الثانية. نجي للنوع الأول وهو الأهم، وبدونه أنت ما حيكون عندك أي حوض وما حيكون عندك أي حياة داخل الحوض، اللي هي الفلترة البيولوجية. يا جماعة، السمك ده عايش في بيئة مغلقة، عايش في صندوق داخله موية. السمك ده بيسبح فيه وبيأكل فيه وبيشرب فيه وبيطلع فضلات فيه، فلازم إنه إحنا نحاول نشيل العبء البيولوجي ده من الموية عشان السمك يقدر يعيش. فالأهم اللي هي الفلترة البيولوجية، لأنه السمك حيفضل يأكل وحيفضل يطلع مخلفات وحيفضل يبقى من بواقي الأكل، المهم، وحتزيد نسبة الأمونيا. وزي ما حنتكلم في الحلقة بتاعة الدورة البيولوجية، الأمونيا دي هي السم القاتل. فأهم نوع بتاع فلتر ولازم يكون موجود في كل الأحواض اللي هي الفلترة البيولوجية. يجي بعديها الفلترة الميكانيكية. الفلترة الميكانيكية دورة للحوض في حد ذاته ما مهم بالدرجة القصوى، يعني في أحواض كثيرة ممكن ما يكون فيها فلترة ميكانيكية، لكن بالنسبة لنا إحنا لأنه إحنا عايزين نتفرج على الحوض فمحتاجين أن الموية تكون نظيفة، فالفلترة الميكانيكية مهمة لنا إحنا أكثر من ما هي مهمة للحوض، لكن كذلك هي مهمة أنه أنت تجمع الأوساخ كلها وتجمع الشوائب كلها في مكان واحد. بعد ذاك بيجي الفلتر، انا بسميها دي الفلتر الموسمية، انا بصراحة ما قاعد استخدمها لكن في ناس بيحتاجوها، مثلا لو ظهر ليك مثلا ريحة في الحوض او اضفت
نباتات أو أخشاب وطلعت لك تصبغات في الموية فبتحتاجها. دي دائما بتكون ميديا مؤقتة أو نوع فلترة مؤقت، لأنه الميديا بتاعته ما دائما، ما زي البايوميديا اللي هي بتكون دائما وبتقعد معاك سنين، دي مدة أسبوعين ثلاثة شهر على حسب النوع اللي انت هتختاره. فدي ما مهمة، والدليل على كذا أنا ما قاعد استخدمها أبدا، لكن لما تحتاجه ممكن تكون مفيدة جدا. نجي للنوع الأخير وهو الفلترة الإشعاعية. أنا بصراحة لو ما كان جات مع الفلتر أصلا ما كان جبتها، لأنه أسعارها غالية وما بحس إنه والله أنا بحتاجه. بالعكس لو حافظت على حوضي وعملت له بيئة كويسة ما بحتاج للفلتر الإشعاعية، لكن في ناس بتجيهم مشاكل فبيضطروا إنهم يجيبوا فلتر إشعاعية أو بيخلوها احتياطي. هي كحماية للأسماك حاجة ممتازة جدا، بتساعدك، بتحميك من البكتيريا، بتحميك من الطحالب، لكن ابدا ما حاجه انا مثلا ممكن انصح بها شخص اقول له امشي اشتري فلتر اشعاعي. طبعا لا، ما حمشي اقول له اي زول امشي اشتري يو في لايت الا لو عنده مشكله حقيقيه، غير كذا ما شايف انه هي مهمه. في البدايه كان شنو النوع الثاني من الفلتره اللي هو الفلتر النوع الثاني وهو الفلتر البيولوجيه. يا أخي يقول فلتر بيولوجية عادي. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا الفيديو عجبك ما تنسى أنه أنت تعمل لايك، وإذا ما مشترك في القناة اشترك وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك الفيديوهات أول بأول. كان معاكم عامد ونشوفكم في الفيديو الجاي.